متقدمة في الكاراتيه والفرق المنافسة دايما على المراكز الأولى. عايزين نقول ان الفريق المصري يمكن أقدم واحدة في فريق السيدات هي فريال عبد العزيز، وأمامنا المدرب هاني قشطة مدرب منتخب مصر، وهذه مدرب منتخب فرنسا، والكل على أهبة الاستعداد، وأيضا حكمنا الدولي جابر الزعابي في فريق تحكيم هذه المباراة. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر، وأيضا نتمنى التوفيق للحكام. أول مباراة للمنتخب المصري في ريال عبد العزيز أمام بالحزام الأحمر أمام لاعبة فرنسا بالحزام الأزرق. بدأت المباراة، زمن المباراة 3 دقائق، وننتظر هنا للحكم يمي، يعني حياخدوا انذار للعب السلبي. خلاص اعتقد المشاهدين حافظوا، سواء اللي لعبوا كاراتيه او اللي ما لعبوش، خلاص بعد مشاهدة عدة مباريات خلاص حفظنا القانون. نعود تاني للمباراة. طبعا محتاجين ان فريال تفوز بالمباراة، ما تديش فرصة لتضييع الوقت او استهلاك الوقت. لازم في ريال تضغط وتكمل هجماتها، لازم تكمل ايدها مع رجلها، لازم تشتغل شغل فني. فات ان الوقت او متبقي من الوقت دقيقة و40 ثانية، كل ده طبعا استراتيجية او تكتيك لاعبة فرنسا، ان هي مش عايزة تخسر وعايزة تستهلك الوقت، وفي نفس الوقت اذا خسرت تبقى بتخسر باقل عدد من المباراة من النقاط. يعني لازم في ريال تلعب في ماسك طبعا من في ريال، لكن ماسك كان لازم يكون، يعني هي كانت هتبقى وضع صعب للتسجيل للعبة فرنسا، ولكن انذار مش مشكلة، عندها الكثير. لازم تهجم لان الوقت المتبقي يعني فات كتير. ايوه يا سلام يا سلام، اهو كده. ايبون لفريال، عايزين كم ايبون يا فريال مع ميزة التقدم، عايزين 2 كمان عشان نخلص المباراة. كل ما جبنا سكور عالي كل ما كان وضعنا افضل. هنشوف اللاعبة الفرنسية هل هتهاجم ولا هي استراتيجية تخسر باقل النقاط عندها. لازالت برضو مش عايزين في ريال ترتكن على ال3 نقاط، لازم تسجل اكتر. لكن لحد دلوقتي اللاعبة الفرنسية زي ما قلت بتستهلك الوقت. واحدة كمان لكن ما فيش حاجة، وصلنا ل 12
12 ثانية. أنا كان في اعتقادي إن ممكن الكابتن هاني كان يعترض على الضربة اللي فاتت، كان محتمل إن هي تجيب، لكن خلصت المباراة على أي حال. فازت فيريال بثلاثة لا شيء. ومتبقي مباريتين. طيب يلا لاعبة مصر بالحزام الأحمر ولاعبة فرنسا بالحزام الأزرق. يلا يا سهيلة. نقطتين للاعبة فرنسا فيما يبدو. طبعا سرحت سهيلة، ما كانش يجب انها تعمل كده ولازم كانت تدخل اسرع. وزي ما قلنا مش عايزين نندفع في الهجوم يا سهيلة، عايزين هجوم مركز ومناسب في توقيت لسه بدري، لكن برضو ما نقعدش نقف كتير عشان استهلاك الوقت. نقطة لسهيلة جاية في الطريق حسب إشارات الحكام. 2-1 زي ما قلنا كده، ما فيش اندفاع في الهجوم. كويس يا سهيلة حتى الآن، استراتيجية كويسة. في نقطة للاعبة فرنسا واعتراض من الكابتن هاني قشطة مدرب منتخب مصر على نقطة. هنشوف الحكام الفيديو ريفيو هيدونا ايه. أعضاء منتخب مصر بيقولوا يا رب، واحنا كلنا بنقول يا رب. لسه القرار من هنا الزاوية تسمح باحتساب نقطة. الزاوية اللي فاتت اللي هي دي، لكن هنشوف الحكام هيقولوا ايه. قالوا نور، انا شايف قدامي تسمح يعني، لكن هم افضل مني. 3-1 للعيبة فرنسا. بنحتاج ان احنا نضغط ونلعب بسرعة عشان ما نخسرش المباراة. مفيش حاجة، انا مش عارف بتقف ليه سهيلة، المفروض ما تقفش يعني. اهو زي ما هاني قشطة بيقول لا استمري واضغطي. هنشوف هل في حاجة. ما
هي واضحة. أنا مش عارف الحكام طولوا، لكن هي واضحة إن ما فيش حاجة يعني. إلا إذا كان أنا نظري مش يعني مش قوي. يعني أجا في البلوك، في البلوك يعني. منتظر مدرب فرنسا منتظر. يعني واضحة مش عارف بيطولوا ليه. رايحين في الأمطار الأخيرة، لازم سهيلة تدخل وبسرعة. في مسك من لاعيبة فرنسا، يعني في هو بيقول دفع، ما دفع للمسك. لا هنا في مسك، لكن هنا في دفع ماشي يعني. طيب انذار هنا وانذار هنا من تصنيف اثنين، ما فيش مشكلة. في إصابة لسهيلة، ربنا يستر على مهلك يا بنتي، ألف سلامة. واضح في ألم، واضح إن الإصابة صعبة. مش عارف هي نزلت على الركبة، واضح ممكن تكون في إصابة سابقة لأن نزلتها. ربنا يستر وألف سلامة ليك يا سهيل. كناش نحب إن أنت تتصابي في مباراة مهمة أو تتصابي في أي مباراة. ربنا يعافيك إن شاء الله. ده من الكابتن الحكم الدولي كابتن جابر الزعابي، حكمنا الدولي عضو اتحاد الاسيوي، عضو لجنة الحكام في الاتحاد الاسيوي، نائب رئيس لجنة الحكام اتحاد الامارات. في انتظار سهيلة، الف سلام عليك يا بنتي. مش عارف المدرب بيبص فين يعني، مش عارف بيعد المتفرجين ولا بيدور على حد في المدرج. خليك معانا هنا. سهيلة عايزه تكمل، لكن فيما يبدو ان الطبيب بيقول لا، بيقول ان في اصابه، ممكن تكون اصابه مؤثره في الركبه، لكن هنشوف هنشوف هنشوف. في هنا اختلال توازن. المدرب بيقول يعني تضرب، لكن اللاعبه الفرنسيه لاعبه شي لاعبه شي، ده روح رياضيه ولم تستغل موقف الاصابه. بحيي اللاعبه الفرنسيه على هذا الموقف النبيل. هنشوف طبعا يعني سهيله هتتحامل على نفسها في هذه المباراه. مش مشكلة يا سهيلة، حتى لو خسرتي أديتي بشجاعة، وإن شاء الله لسه قدامك في المباراة في وقت، ولكن طبعا بالتأكيد الإصابة هتكون مؤثرة في التحرك في الحركة، ومش عايزين نتيجة تزيد عن كده. على مهلك على مهلك، برافو برافو يا بنتي. خليها تهجم والرجل تطلع، رجلك تطلع معاها. هتيجي ما تقلقيش، هتيجي والله كانت هتيجي يا سهيلة. سهيلة انت شجاعة سهيلة. تحية كبيرة لسهيلة، تحية كبيرة لسهيلة البطلة. ما فيش مشكلة يا بنتي، استحملي الست ثواني. أنا عارف وهقول بعد كده ليه سهيلة عملت هذا
العمل البطولي الشجاع، مش عايزينها تطلع، مش مشكلة. طبعا سهيلة أنا بقول إنها شجاعة وبطلة، وبقول هارد لك يا سهيلة، لكن سهيلة إذا طلعت كان هتبقى النتيجة 8-0 للفريق الفرنسي في المباراة، وكانت هتبقى مأمورية صعبة لياسمين الجويلي، لكن برافو سهيلة، إصابة ونتمنى لها الشفاء إن شاء الله. نجي من المباراة الحاسمة، هنا مباراة 3-1 وهنا 3-0. متوقفة المباراة على فوز أحد اللاعبتين، نتمنى التوفيق للاعبة مصر بالتأكيد. حكم الساحة الحكم الدولي جابر الزعابي، أو حكمنا الدولي جابر الزعابي. مباراة صعبة بكل المقاييس، المباراة صعبة بكل المقاييس. اللي يكسب فيها يكسب الذهب. انذار للعب السلبي لكل لاعبة. احنا بنقول نتمنى طبعا فوز سيدات مصر، ولكن دي رياضة الكل كسبان فيها. إذن منا محرزة الفضية معانا على الشاشة منتخب مصر، أتمنى التوفيق لمنا. منتظرين تقنية على الشاشة، طبعا الكابتن جابر الزعابي بيبص، مباراة هديت واحنا كمان هنهدى، لازم المعلق يكون برضو حماسي مع المباراة. ننتظر المباراة، مدرب فرنسا بيفكر ويفكر، واخذ ويفكر ثم جلس يفكر. طبعا بيبص لازم يتحط الانذار، لسه ما تحطش الانذار هنا، خلاص نزل الانذارات، هنستأنف المباراة. يلا يا منة، بسم الله وعلى بركة الله، والضربة الأولى لمنة، برافو يا منة. معلش جات في النوز في الأنف، لكن منا استغلت فرصة ممتازة، كويس يا منا. يوكو لمنا والسنشو، خليكي ماشي على كده يا منا، هتضطر تدخل وانت معاكي السلاح. عايزين نهجم كده بشكل عشوائي يا منا، 1-1. هنا استغلت الفرصة وهنا استغلت الفرصة. المباراة صعبة لكل فريق. مش عايزين نتراجع. منا عايزين كده نشتغل لحد نهاية المباراة يا منا. يوكو لمنا 2-1.
واحدة كمان يا منة زي دي كده، ما تركنيش يعني، اتحركي في الملعب يا بنتي. ايوه كده، ايدك الامامية ما تستنيش، ايدك الامامية ومعاها. انا شايف. ايوه يا سلام يا منة، هو ده اللي احنا عايزينه يا بنتي، هو ده اللي احنا عايزينه. طبعا في اعتراض، من اعتراض مش على المباراة، اعتراض على نقطة، يعني مدرب فرنسا بيقول في نقطة. هنشوف الفيديو ريفيو او حكام الفيديو ريفيو، لكن النتيجة 3-1 للاعيبة منتخب مصر في الحزام الاحمر، وهنشوف قرار حكام الفيديو ريفيو. في نقطة للاعبة منتخب فرنسا ايضا، نتيجة 3-2 والمباراة على صفيح ساخن، واللي هيركز هو اللي هيكسب. لازم منا تتحرك، ما تقفش عشان ما تديش فرصة. 1-2 دفاع هجوم اهي، بس ما جاتش يا مين، معلش، انما فكرة لازم تتحرك، لازم تتحرك. تحركت متأخر يا مين، رميت متأخر، ممكن تاخد انذار. مفيش حاجة، أمطار الأخيرة، ما تستنيش يا من. كويس كويس يا منة. أيوة يا منة، أيوة أيوة أيوة، يا سلام، أهو ده الكلام، يا سلام يا منة، يا سلام يا سلام يا سلام، هو ده الكلام. 3 كمان، 6-2، باقي 18 ثانية. واحدة كمان يا منة، اوعي، دخلنا في ال 13 ثانية ومنة كمان نقطة، وابتدت ايدها تشتغل. يا سلام، هو ده الكلام. 7 رايحين للذهب بإذن الله يا منتخب مصر. رجل بقى منا، رجل، ما يهمش، مش مشكلة، مش مشكلة. يوكو 6 ثواني منا، وهي جاية استقبلي، استقبليها استقبليها. أيوة مش مشكلة، ثانية واحدة روحنا للذهب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا منتخب مصر. تشجيع لمنة من المدرج وللمدرب ومني، تحية لمنتخب مصر، لسيدات الحائز على بطولة العالم، لفرق كوميتي السيدات. برافو برافو، نتيجة 2-1 وفوز لمنتخب مصر مهم في سباق الميداليات. تستاهلوا، وتحية كبيرة جدا لسهيل، تمنى لها الشفاء بالتأكيد بالتأكيد. ألف مبروك لمنتخب مصر ولجهازه الفني وللاتحاد المصري للكاراتيه وكل لاعبين الكاراتيه في الدول العربية، ورقص بهتاف من مدرب وبالبنات. تستاهلوا يا بنات، تستاهلوا الفوز. إن شاء الله نطمئن على سهيلة. برافو يا منة، برافو يا فريال، كنتم على الوعد وتشجيع من منتخب مصر اللي في المدرجات، كلهم أبطال،
فريق مصر مجدد إلا ثلاث، هم البطل علي الصاوي، والبطلة فريال عبد العزيز، والبطل نصف قديم البطل عبد الله مندوح. لكن كلهم أبطال على مستوى أفريقيا. طبعا بطولة أفريقيا هتبدأ في مصر الشهر القادم، أتمنى لهم التوفيق وكل المنتخبات العربية في القارة الأفريقية. فاز منتخب مصر للسيدات بذهبية فرق كوميتي بعد مباراة قوية جدا مع المنتخب الفرنسي العنيد. مبروك لمصر ولمنتخب مصر للسيدات، وصفة عامة ألف مبروك للمنتخب المصري الذي دائما بوجوه قديمة أو بوجوه جديدة هو في صلب المنافسة العالمية. كنت منذ ساعات مع البطل الفنزويلي أنطونيو دياز، بطل العالم في الكاتا مرتين، وهو منتهش الآن إذا فريق مصر جديد أو فريق قديم. دائما يظهر الجديد دائما في المنافسة. تحية كبيرة للمنتخب المصري، وتحية كبيرة لكل المنتخبات العربية المشاركة، ونتمنى لهم دائما كل التوفيق والنجاح، ولجميع الاتحادات العربية في الوسط أو في المنافسات العالمية. الآن وفيما يبدو تتويج للفرق كاتا